الفرق اختلفت دلوقتي عن زمان يا احمد؟ كل حاجه اختلفت، كل حاجه. بص بص، يعني الواحد يتكلم بامانه، كل حاجه في الكوره اختلفت. بعد الثوره كل حاجه في الكوره اختلفت. بمعنى المتعه ضاعت بعد وجود الجماهير، شخصيات اللعيبه. يعني احنا يعني مش عارف اقول لك ازاي، انا فرقتنا كانت كلها كباتن. اسلام الشاطر كابتن، عماد النحاس كابتن، بركات كابتن، ابو تريكه كابتن. تحس ان الفرقه كلها فيها كباتن. جمعه شادي، كله انت كله، جمعه شادي كله، يعني اي متعب، كل واحد متعب طبعا، يعني شوقي. لا وغير كده وكده، احنا كلنا جايين الفرق، يعني اسلام لما جه النادي الاهلي مع خبرات، صح، لعب افريقيا 27 28 لا مع افريقيا، يعني لعبت افريقيا، لعبت هنا، لعبت في الاسماعيلي افريقيا، لعبت في الاسماعيلي، وصلت نهائي افريقيا مرتين مع الاسماعيلي. قصدي ان 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 احنا كنا تحس ان احنا الناس شايفانا كلنا ان احنا كلنا نجوم وكباتن. لا دلوقتي بحس ان عشان تلاقي قائد في فرقه وفعلا حد بيلم الفرقه وحد يشيل فرقه تبقى صعبه شويه، تبقى صعبه، صعبه جدا. صعبه جدا. يمكن ده اللي مخلي النادي الاهلي مختلف، ان انت عندك النوعيه اللي انت بتتكلم عنها دي. طبعا النادي الاهلي في كتير يشيلوا في الملعب. يعني عندك مثلا عندك الشناوي، عندك ايمن اشرف لعب من ايامنا كان بيلعب، عندك وليد سليمان، وليد سليمان، عندك سعد قبل ما يمشي، سليه سعد. اوضه اللبس بتاعت النادي الاهلي هي اللي حاكمه الفرقه، ودي اخطر حاجه اوضه اللبس، لان انت في حاجات كتيره بتخلص على الفرقه بسبب اوضه اللبس، ان اللعيبه بتبص لبعض في فلوسها، اللعيبه بتبص لبعض لو ما بيلعبش، مشاكل كتير بين اللعيبه. لو انت حاكم اوضه اللبس كويس، وكذا حد اتكلم على القصه دي، ان اوضه اللبس هي الفيصل في مكاسب الفرقه.